مرات الانسان لما يكون حساس بالفحجة يسبب أو لآخر، سواء حساسية باختياره، حساسية من حق يسويها، فأنت تفحج الإنسان لين تقل ثم تركبه كعسيف. طبعا عادة الحصان إذا وصل للمرحلة المتقدمة من العسف يقعد على جنب ما عاد له معنى، ثم مع الوقت الفحجة ما عاد لها معنى. في البداية تقعد تركبه، مع الوقت يصير قعد معنى لها معنى، بس تقعد على جنب ثم تركبه. مع الوقت القعد على جنب ما له معنى، تفحج ثم تركب. مع الوقت حتى الفحجة ما تسويها، تركب على طول. فلما تفحج حساسية الحصان لها عدة أسباب، لكن عشان نضع عن سببها، أنت بتسويها لين يخف ثم أو عفوا لين يثقل أو يعني تقل ثم تركبه. خطأ أنك تركبه بدون ما يطلع حساسيته في وضع جنب أو الفحجة، لأنه بيطلعها في الركوب والوضع أخطر عليك وعليه زي ما ذكرت في المقطع السابق. ولكن مرات ممكن تكون الحساسية لها شيء خارج عن وضعه، يعني فرضا ركبت سكيمة خطأ وضيقتها زيادة وسعتها زيادة، في مثلا مشكلة معينة بسنة لسانه إلى آخره، علم إلى آخره. حتى لو افترضنا هذا السبب أن السبب مؤقت ما له علاقة بالحصان ولا علاقة فيك أنت مباشرة، الزبدة أنه حساس بسببه، وانت بتتعامل مع حساسيته لين تعود عليها او يثقل شوي، او انت براكبه ما في، يعني حساس مو بجاهز للركوب اذا ما انا براكبه، او حساس وبقضي على حساسيته بثواني ثم بركبه، فلا بد اقضي عليها بكل. اذا لو كانت الحساسيه اللي في الحصان حساسيه قصدي ارضاء، يعني الحصان لما تلف يمين او يسار او ورا قبل ما تركبه يرضي اليد زياده، يروح لها بسرعه او يفضي لك بسرعه احتراما لك، احتراما ما تحتاجه انت، وتخاف انه لو سواه في الركوب يطيح وقت التوازن، فتبغى يسوي في القود قبل لين شوي يقل احترامه الزايد او تقل حساسيته الزايده ثم تركبه. ان كانت الحساسيه الزايده دي من شيء خارج عن الحصان او عنك، لما قلت لك الم، سكيمه، سن الى اخره، اما ان الحساسيه الزايده فيها الم معناتها الحصان ما يركب، المفروض الحصان ما يركب، واللي يوضح لك انه المفروض ما يركب هو انك تستمر تسويها على جنب وتلاحظ الحصان مستمر حساس اذا في مشكله، او ان بثواني الحساسيه تتحول الى شيء تحمله يدبر عمره فيه ثم تركبه. فأما أنها شيء بتعود عليه وتقل الحساسية، إذا لابد تسويه على جنب قبل ما تركب. وأما أنه شيء خطير ولا ما يصلح تقضي عليه، لابد تعالجه أولا، إذا اللي بيوضح لك الشيء هذا على جنب قبل الركوب. فالقول أن الحصان حساس لأمر خارج عنك أنت وعنه هو يجعلك تركب على طول بدل ما تقاوده خطأ، إلا لو قلت بركبه وأنا راكب أمشيله بسلك له. إذا إذا كنت قادر على التسليك للحصان وأنت راكب لا شعوريا ثم ركوبه صح، ان بغيت لا شعوريا ما انت قاعد تسلك الناس، انت قاعد تركب صح، لا يمكن بالطريقه هذه تركب صح هنا وهناك لا، تتكلف هنا وهناك لا، تجمع قد هنا وهناك لا، مستحيل. حتى لو كان الحصان متعور او مصاب الى اخره، فمو عليك تقرر وش تسوي، اعصابك تسوي شيء لا شعوريا. حتى لو انت شايل هم ان الحصان حساس وبيتعور من شيء معين، لو الحصان اختار يصير ثقيل مؤقتا لا شعوريا بتصير انت ثقيل مؤقتا عشان ما تطيح وقت توازنك. فطالما انه هو اختار الثقل بتثقل قده، طالما انه هو اختار الخطه بتخف قدم، بس افهم عن السبب. فلا يمكن تقول بطمر على جنب بطمر في الركوب. انت مرت على جنب ما انت مطامر ومتكلف بالركوب، واللي ما يتكلف بالركوب نادر ما يتكلف على جنب، حتى لو كان عدم تكلفه في الركوب اكثر، يعني دقتك في الركوب احسن بس يبقى الفرق بسيط، اما التكلف الزايد على جنب والجود بيخليك برضه تكلف في الركوب. اذا حساسيه خارجه عنك انت وعن الحصان تبقى حساسيه، تواكبها لين تقل ويبدا يثقل ويمون او ما هو بجاهز للركوب. صفرنا عن سببها.